السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة العام الجديد، هذا الفيديو لأبنائنا الطلاب والطالبات في التسجيل في منصة مدرستي دون الحاجة إلى موقع توكلنا. ففي جوجل نكتب مدرستي، بعدين ندخل على منصة مدرستي، تعطينا الأيقونات هذه، ندخل على العودة إلى المدرسة، عندنا الصفحة هذه. ميزة التسجيل في منصة مدرستي، المنصة التعليمية والمنصة الافتراضية، وكذلك حساب مايكروسوفت أوفيس مجانا. طيب نجي تسجيل، هنا عندنا الصفحة هذه، نسجل البيانات الأساسية اللي هي رقم الجوال، رقم الهوية، رقم الجوال ورمز التحقق. بعد كذا حيروح لبرنامج نور يتحقق من البيانات، وبعد كذا يأكد الحساب ويسجل الحساب، وكذا حيعطيك اليوزر المستخدم. وهنا نحط الهوية ورقم الجوال و التحقق، حتجيني رسالة على الجوال مسجل في نظام نور. بعد ما ندخل التحقق حق الجوال حيجيني اليوزر والباسورد بهذا الشكل. يمكنك الدخول والتمتع بمنصة مدرستي، وكل التوفيق للجميع، وشكرا على متابعتكم. السلام عليكم.